عندما يرزق المذيع باتنين اصحابه في نفس الحلقه تبقى ساعتها بقى الحلقه مريحه وحلوه وجميله وظريفه ولطيفه. خلونا نرحب جدا بضيوفنا الاعزاء داخل الاستوديو، الكاتب الصحفي الكبير استاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع منور يدي الهنا يدي النور. ازاي الحال؟ كله تمام؟ صديقي العزيز احمد فتحي وكيل لجنه التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين منورنا. يا رب يخليك. ازاي الحال؟ انا كله تمام الحمد لله، كله زي الفل الحمد لله. طيب انا هستاذن نبدأ بأستاذ أكرم. يوم الخميس حمل جانبين لو صح التعبير أو كان نسرا محلقا بجناحين، في جناح حياة كريمة وده الأساس في هذا اليوم وهذا الحدث، وفي جناح الخط الأحمر في الأمن القومي المصري بين قوسين الأمن المائي المصري. تحليل أستاذ أكرم اللي هو عادة بيطلع تحليل مختلف عما يعني يحلله الكثيرين ليوم الخميس، تصريحات الرئيس زائد حياة كريمة. هو ظهور الرئيس وانا قلته ده قبل كده، يعني اعتقد ظهور الرئيس في حد ذاته كان نوع من الطمأنة، يعني جرت العادة انه ما بيظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجرد ظهوره بيجيب على كثير من الاسئلة، طب فين مين، خاصة انه موضوع الامن المائي وموضوع الامن القومي المصري بشكل عام ارتبط بالرئيس عبد الفتاح السيسي. دي كانت نقطة مهمة جدا ونقطة طمأنة كبيرة فيما يتعلق حتى قبل ما يدلي بالخطبة، والحقيقة كان كلام يعني مكثف جدا ورسائل واضحة كلها كانت رسائل إيجابية. فكرة إنه بيتكلم وسط عشرات الآلاف ممثلين لكل أنحاء مصر دي برضو كانت فكرة يشكر فعلا، التنظيم بتاعها كان جيد وكان تواجد لكافة الفئات تقريبا من المجتمع المصري، وشايف انه بصراحة حياة كريمة هي نقلة فعلا نوعية، وفكرة ربطها بجمهورية جديدة دي كانت فكرة يعني جيدة جدا، على اعتبار انه الريف المصري طول الوقت كان في كم مهمل بيتم التعامل معه في الانتخابات وفي المواسم ويتقدموا له رشوة يحطوا ماسورتين وبعد كده يشيلوهم. احنا شفنا يعني منظومة والناس اعتادت خلال السبع سنين اللي فاتت انه الرئيس ما بيتعمدش دغدغه المشاعر او انه يقول وعود معلقه في الهواء، وده كلام بيأكد الثقه في الكلام وبيرد كتير على تفاصيل كتيره كانت موجوده. يعني ليه انا بقول طمأنه؟ لانه ما اعتدناش انه مثلا بيطلع الرئيس يقول وعود في الهواء فتتنسي الشهر اللي بعده، لا احنا اتعودنا خلال اللي فات السنه اللي فاتت وهو السنين اللي فاتت هو يمكن يعني الرئيس اتكلم على فكره الحلم دي. الحلم ده يعني ان احنا عندنا تصورات، وهو ما بدا فتره رئاسته الاولى ما اتكلمش على وعود بقى وان احنا هنعيش في سعاده وتبات ونبات والدنيا كلها تبقى كويسه، قال انه الموضوع صعب. فكرنا بالخطب الزعماء الكبار في التاريخ اللي هو احنا داخلين على حرب وكان في ارهاب وكان في اقتصاد متدني واحتياطي نقدي متاكل، ما كانش حد يتخيل. لذلك دايما بنقول احنا مش فكرة ان احنا بنقول للناس تأيد او تعارض، احنا بنقول بنعرض ونقارن الارقام والمعلومات وممكن كل واحد يحكم بنفسه، لانه في الكثير من الكلام الحقيقة في الشهور اللي فاتت في السنين اللي فاتت بشكل عام بيحاول يقول انه المسألة ان انت يا تبقى مؤيد يا معارض، وان انت تقول كلام تبقى بتطبل لشيء. الحقيقة انت بتقول كنا فين وبقينا فين، بتقول الدول اللي حوالينا فين، بتقول انت حققت اللي حصل في الاقتصاد وفي السياسه وفي الاصلاح الاقتصادي المتعب جدا المؤلم اللي كان صعب جدا يحصل، وان بتتكلم على ارهاب بيهددك من كل الجوانب واسلحه بتتدفق من كل حته في مصر ومنظمات وارهابيين بيعملوا مسيرات في العريش وفي البريات السوداء شفناهم يعني ازاي طبعا. الارهاب ده شفنا اقتصاد متدني وكهرباء مقطوعه وغاز مش موجود وطوابير على البنزين، شفنا تهديد للامن، فكره الامن دي او الطمانينه هي الاساس، شفنا الفيروس سي اللي كان بيدمر الناس، شفنا فيروس سي ده كان عار كبير، هو والعشوائيات كانوا حاجتين كل الصحافه والاعلام بيتعاملوا معاه انهم موجودين كل سنه فيروحوا يغطوهم ويعملوهم. فيروس سي ده كان اكبات كتيره، ما فيش بيت في مصر يخلو من حد اما فيه او قريبه او متقاطع معاه. القضاء على فيروس سي خلال ثلاث سنين
بمبادرة جدد فكرة مبادرة 100 مليون صحة ومبادرات مختلفة. كان العاصمة الإدارية مدن من الجيل الرابع، شبكة طرق، الريف بيسأل بقى والفلاح بيسأل طب أنا نصيبي فين بقى من التنمية دي واللي بيحصل والمشروعات. الحقيقة مشروع حياة كريمة بيجاوب على السؤال ده بشكل واضح، وأي حد عاوز يناقش الموضوع ده يناقشه، لأنه الريف المصري مهمل، وزي ما احنا قلنا اتعود الناس على أنهم ياخدوا وعود في انتخابات بزيت بسكر بشوية مواسير بشوية طرق. النهاردة أنت بتتكلم على تعليم وصحة خدمات، ما يبقى في مكاتب بريد في القرى وتوابعها بدل ما هو يسافر، التلميذ اللي كان بيمشي 10 كيلو عشان يروح مدرسته هيلاقي المدرسة موجودة، لو حد رايح الجامعة هيروح، علاقته بالعاصمة الإدارية الجديدة، لأنه فحش يبقى عندك عاصمة إدارية جديدة ويبقى نظام الإدارة هو النظام القديم بالورقة والقلم. ينفعش الريف المصري يبقى متأخر بهذا الشكل، وإحنا بنروح بره بنحسد الريف، إحنا بنتعامل معاه لأنه هلينا وكده بنحنله، بس محلاها عيشة الفلاح. الحقيقة عيشة الفلاح ما كانتش كويسة، كان فيه فيروس سي، كان فيه تلوث، كان فيه فشل كلوي، كان فيه انتظارات. ما بنقولش إن كل حاجة بقت عظيمة، لكن بنقول النهاردة إن أنت ما بتتكلم في 700 مليار جنيه بتتوزع على 3 سنين في إنه الريف المصري يقب على وش الدنيا ويبقى فيه خدمات حقيقية زي زي المدينة، ويبقى ده منتج لأن ده فيه قيمة مضافة، فيه تصنيع، فيه تقدر تعمل صناعة مرتبطة بالبيئة، فيه تقدر تعمل محطات طاقة شمسية، تقدر تعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة، تقدر يبقى، مش بقول الهجرة من الريف إلى المدينة غلط، لا، الكفاءات طبيعي بتتحرك وحرية التحرك والعمل، لكن ما يبقاش الريف لافظ، لكن يبقى المهندس والطبيب واللي عنده مشروع ويعمل بيزنس في مكانه. طيب النهارده مراكز تجميع ألبان، في صناعات تجميد خضار، في النهارده مصر بتصدر، يبقى الفلاح ده مش مستغل من الوسيط اللي هو بيستغله عشان مستغل انه مفيش مواصلات ومفيش غيره. طيب انا هنا هستأذن هنتقل لسيادة النائب احمد فتحي. اولا كنائب وكوكيل للجنة التضامن، يعني ما بين قوسين كده على رأي الجماعة المركزيين زي حالاتي دي لجنة الغلابة. لا حقيقة. يوم الخميس ومشروع حياة كريمة بشكل عام، وزي ما ذكر أستاذ أكرم احنا بنتكلم على 700 مليار بشكل مبدئي، ده كده التقدير الأولي لتكلفة حياة كريمة خلال الثلاث سنين. بتشوفوا ازاي هنا بقى كنواب، وتشوفوا ازاي كنواب جوه لجنة التضامن هذا المشروع كنقلة نوعية حقيقية في حياة 60% من المصريين؟ هايل جدا. تسمحي بس في البداية ان انا ارحب صديقي العزيز حضرتك، طبعا يعني صديقي غالي عليا، وارحب طبعا الاستاذ اكرم الافاص الكاتب الكبير، واقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى، والشعب المصري دايما في نجاح مستمر كمان بسبب النادي الاهلي النهارده اللي حصل معانا، يعني مبروك للاهلاويه. فمبروك. خليني ارجع لسؤالك المهم جدا، احنا كلجنه التضامن الاجتماعي شايفين مشروع حياه كريمه ازاي؟ احنا ما شفناهوش من يوم الخميس فقط، احنا شفناه من 7 سنوات اللي فاتت لما سياده الرئيس كان شغال في اكتر من مبادره، 20 مبادره رئاسيه على مدار ال7 سنين اللي فاتت، لحد ما اطلق في سنه 2019 مبادره حياه كريمه، ويوم الخميس لما جه اطلق المشروع القومي ان هو يوضح للناس على مدار الفتره اللي فاتت حصل ايه في المرحله الاولى. فكان الجميل في الموضوع ان احنا ما كناش عايزين الموضوع يبقى فيه كلام فقط لا غير، احنا عايزين يبقى فيه تنفيذ على ارض الواقع. فلما حتى كنتوا حضراتكم موجودين في الحفله، وكان مشاهد لما شاف الحفله شاف على شاشه العرض الكبيره، زمان كنا بنشوف ان حاجات بتتحرق وحاجات بيحصل فيها مشاكل في بعض المناطق والمحافظات في ايام سابقه، دلوقتي احنا بنشوف تطور حقيقي على ارض الواقع ما بين 20 محافظه بالفعل، شباب من مختلف المحافظات هم اللي قايمين بالمبادره دي كلها، وبيوضحوا للمواطن احنا في ظهرك، احنا عايزين نشتغل، احنا عايزين نقدم خدمات. طب ايه الخدمات؟ عشان برضو المشاهد لما يسمع كلام المحترم اللي اكرم بيه قاله دلوقتي من شويه، ان الناس كانت بتتكلم عن العاصمه الاداريه الجديده وتتكلم عن الفيروس سي وما شابه المبادرات دي كلها، المواطن البسيط هيحس بايه؟ المواطن البسيط هيحس باربع حاجات رئيسيه المشروع القومي شغال عليها. اول حاجه المشروع شغال عليها الا وهو تحسين الخدمات. انت لو عندك فكره ان يبقى في الريف في اناره وفي توصيل للغاز الطبيعي وفي رصف للطرق، ده حاجه مهمه جدا
جدا. الجانب الثاني والرئيسي الا وهو بناء الانسان المصري، عشان تقدر تقدم تعليم جيد وتقدر تقدم صحه جيده وتقدر تقدم مراكز شباب وتقدر تقدم توعيه ثقافيه، ده كله محتاج ان انت تبتدي تشتغل زيك زي الاهداف التنميه المستدامه وتبتدي تشتغل عليها. فكل الاهداف 17 هدف في الاهداف التنميه المستدامه، المشروع القومي المحترم شغالين على الاهداف التنميه المستدامه. طب ده هيعود برضو على المواطن في ايه؟ ثالث حاجة، ودي من أهم الحاجات اللي عندنا بقى إحنا في لجنة التضامن الاجتماعي، هو المحور الاجتماعي وتوفير سكن كريم. الكلام اللي وزارة التضامن الاجتماعي كانت بتقوله على وبتشوفه على أرض الواقع، إحنا بنشوفه دلوقتي في مبادرة حياة كريمة. من ناحية إيه؟ من ناحية إن أنت لو أنت دلوقتي زواج اللي بيقدموا اللي هي العرايس بيجهزوهم ويبتدوا يشتغلوا على فكرة إن دفع الديون للغارمات، يبتدي يأهل الاحتياجات الخاصة ويبتدي يدخلهم كمان في ورش العمل اللي بتقدمها وزارة التضامن الاجتماعي من برامج فرصة وما شابه البرامج اللي بتقدمها من خلال المشروعات الصغيرة والتنموية. وده المحور الرابع ألا وهو التمكين الاقتصادي. فأنت دلوقتي لما كنا بنقول إن المواطن هناك في الريف ممكن يتنقل ويروح القاهرة ولا الجيزة، ليه بيتنقل؟ بيتنقل عشان مش لاقي فرصة عمل. ما أنت دلوقتي حضرتك وفرت له كل حاجة، مناخ كويس جدا، تعليم، احنا شفنا فيديوهات كتيره جدا، مفيش مجتمع لافظ حتى من المشاهدين عشان لما يشوف كلامي ده، لا انا مش عايزه كلام فقط، غير ده يخش يكتب مبادره حياه كريمه ويشوف كميه الفيديوهات اللي الدوله عملتها الفتره اللي فاتت وصورت مع المواطنين هناك. والكلام مش عفوا مش جايبين واحد دافعين له مبلغ معين عشان يقول كلام وخلاص. لا، ده الاف من الناس، احنا بنتكلم في 60 مليون مواطن مصري، نص الشعب المصري مستفيد من المبادرات دي كلها. دورنا احنا ايه بقى في لجنه التضامن الاجتماعي؟ احنا نبتدي نراقب على جودة الخدمات اللي سيادة الرئيس كان بيتكلم عنها، نبتدي نشوف هل فعلا الكلام ده بيطبق على أرض الواقع ولا لا. وده اللي احنا طبقناه بالفعل على أرض الواقع من خلال التنسيقية ومن خلال وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال مبادرة اسمها كلنا بنساعد. كنا بنشوف المشاكل اللي بيتعرض ليها المواطن يوميا ونسمع الكلام الكتير اللي يقولك والله الوزارة ما سألتش عني وما عملتليش الخدمات. دورنا احنا كأعضاء في البرلمان ان احنا نبتدي نجري ونشوف حل المشكلة. في الفترة اللي فاتت والفترة الجاية كل المبادرات اللي اتقامت بيها مؤسسة الرئاسة، احنا دورنا اللي احنا ننزل وننصح الناس وننزل ونوعي الناس ان في حاجة محترمة وقيمة جدا موجودة على أرض الواقع. ومن ضمن نزول المراقبة الأساسية كدورنا البرلماني هنشوف يعني مشاكل كتير جدا برضو. فدورنا اللي احنا لازم نوضح نزل العقبة قدر ان انت تشتغلي على المشاكل دي. ومن هنا جت الفكرة بتاعت مبادرة كلنا بنساعد، والوزارة بتدعمنا دعم كبير جدا واحنا بندعم الوزارة بشكل كبير جدا. ومن ضمن الحاجات اللي احنا كنا برضو بنتكلم عليها في جانب مهم جدا الرئيس اعلن عنه الا وهو اتحاد شباب الجمهورية الجديدة. طيب ممكن استأذن ان احنا نرجع للكلام حول اتحاد شباب الجمهورية الجديدة والمزيد من الكلام حول يوم الخميس ومؤتمر حياة كريمة وكلمة الرئيس الرسمية زائد الكلمة الارتجالية إذا صح التعبير، ولكن بعد الفاصل. كل الترحيب بضيوفنا الاعزاء داخل الاستوديو، اصدقائي الكرام جدا 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 جدا، الكاتب الصحفي الكبير استاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، وسياده النائب احمد فتحي وكيل لجنه التضامن بمجلس النواب المصري عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، منورنا. يمكن احنا توقفنا عند جمله هروح سارقها من النائب احمد فتحي، هي اتحاد شباب الجمهوريه. شوف بقى فتحي هو اللي قالها، فانا اخدها دي للاستاذ اكرم. اتحاد شباب الجمهوريه وهذه الخطوة الجديدة في إطار على ما يبدو المزيد والمزيد من تمكين فئات عمرية اسمها الشباب في مصر. والحقيقة يعني الـ هبدأ من يوم الخميس برضو، لأنه شفنا عدد كبير جدا من الشباب في المواقع بتاعة حياة كريمة، أغلبهم من خريجي البرنامج الرئاسي أو الأكاديمية الوطنية للتدريب وتنسيقية شباب الأحزاب. يعني دي كلها أفكار بتجمع، إحنا طول الوقت بنعاني أو بنتكلم على فكرة إن إحنا مش لازم يبقى فيه فراغ سياسي. تنسيقية شباب الأحزاب كان فيها فكرة لامعة، أعتقد إنها ممكن تتطور أكتر، إنه يتجمع ناس مختلفين
التوجهات السياسية ويتفقوا على الحد الأدنى أو يتفقوا على الثوابت. يعني في حاجات أعتقد كافة التيارات في اليسار واليمين والوسط ربما لا تختلف عليها، يتفق على ثوابت الوطني، تطوير التعليم، الصحة، يعني صح. في حاجات ممكن ما نختلفش عليها، فكرة الريف مثلا. فإذا احنا بنتكلم على ده، أنا شفت فعلا النماذج معظمهم مؤهلين كويس، متعلمين كويس، متعلم كويس ومؤهل كويس وشاب، وبتعمل حياة كريمة دي كلها بخامات مصرية وبأفكار مصرية وبتخطيط. النهاردة عندنا ناس بتخطط تخطيط جديد وتخطيط إقليمي للقرى، لأن التخطيط على القديم أصعب من التخطيط في الجديد طبعا، ودي تخصصات موجودة في مصر، وأصبح حتى كليات زي التخطيط العمراني وكذا أصبحت بتاخد مكانها النهاردة في التخطيط ده، وإن كان أنا أتمنى أنه تسليط الضوء على جهود الناس دول. فبنتكلم على الشباب، الشباب دول بيديروا كلهم في المواقع في سن صغير، مؤهلين كويس، متحمسين، هم من نفس الأماكن دي، بينتموا إلى الريف، وطول الوقت الريف كان مهمل منسي، الشباب دول لازم يبقوا موجودين. فالانتقال، فكرة اتحاد الشباب، هي اتحادات الشباب دائما كانت تقوم بدور في تجميع الشباب، بمعنى أنه الفراغ السياسي يعمل مشكلة، لازم يبقى فيه ملء للفراغات اللي موجودة في السياسة، لأن احنا شفنا خطر الفراغ السياسي أنه أي طيار مغامر يمكن أن يختطف السلطة، خاصة لو طيار متطرف أو طيار له أهداف خارجية. وبالتالي فمن المهم جدا احنا عندنا حاجة أعتقد اتحاد الشباب دي يقدر يقوم بيها، على الأقل احنا قدامنا فترة لاستكمال المجالس الشعبية المحلية. المجالس الشعبية المحلية دي أهم حاجة، وتصوري أنه بالتطور اللي احنا شايفينه في أنه حياة كريمة يبقى فيها المجتمع، الدولة والحكومة، المجتمع الأهلي والمدني، وشفنا رجال أعمال وناس بيدخلوا في ده، فيها جزء العدالة وتكافؤ الفرص للريف اللي هو محروم على مدى سنين، وإحنا كلنا من أرياف وجزرنا سواء إحنا أو نفسنا طبعا. فنتمنى أن إحنا نرجع بلادنا دي ونرفع رأسنا ونقول للناس أنه هذا الريف تم تطويره في هذا العهد بشكل كبير. ففكرة أن يبقى اتحاد شباب، أنا تصوري الخاص أنه ممكن يكون النهاردة تنسيقيه شباب الأحزاب، النهاردة الأكاديمية الوطنية للتدريب، البرنامج الرئاسي، كل دي خرجت كوادر كنا طول الوقت بنعاني من مشكلة إيه؟ فين الصف الثاني والصف الثالث والصف الرابع؟ أنا شايف النهاردة ممكن يبقى في ناس لها مآخذ وفين وبنعمل إيه؟ لكن أنت طول ما أنت ماشي لقدام وطول ما أنت بتجرب وبتتعلم وبتخطئ وبتصيب بتكون تجارب وتراكم خبرة. أنا شايف إنه الشباب النهاردة في ناس نواب محافظين، في ناس نواب وزراء، في ناس بقوا محافظين وشباب في سن صغير. أنا مش فكرة، أنا مش مؤمن قوي بصراع الشباب والكهول، كل الناس تقدر أن تؤدي ولازم كل شخص في هذا الوطن ليه دوره، لكن الشباب بيبقى أكثر حماسا، أكثر سرعة، أكثر قدرة على التقاط الرسائل اللي موجودة. وأعتقد أنه أكثر فترة الشباب حس فيها أنه احنا طول الوقت كنا بنقول عندنا شباب متعلم كويس وطاقة ومصروف عليه فلوس، لكن هو ينقصه الدخول في التطبيقات وفي الواقع وفي الممارسة. النهاردة شفنا تجارب محترمة جدا وشباب بيعرضوا ده، وده يعود إلى فكرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ البداية عمل حاجتين مهمين أو الشباب والمرأة، الحقيقة تمكين المرأة وذوي القدرات الخاصة، كان في وقت من الأوقات ذوي القدرات الخاصة كانوا بيتمنوا عضو في مجلس النواب، انا فاكر كويس كان في مظاهرات عند مجلس الشعب يمكن 2007 عاوزين عضو ممثل لذوي القدرات الخاصه. النهارده في كم عضو في مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس المختلفه، فالمراه وذوي القدرات الخاصه دي كاشفه للاهتمام بتكافؤ الفرص، لانه دي فئات كانت محرومه. النهارده بتعمل كوتا، بعض الناس كانوا يقولوا لا بلاش كوتا بلاش نسبه، لا احنا لازم نعمل، لازم اعمل لحد ما تستقر، لحد ما الموضوع يستقر. فعوده لفكره اتحاد الشباب، انا تصور اتحاد الشباب يقدر يقوم بدور مهم في التمهيد للمجالس الشعبيه المحليه. احنا الفرز ما بعد 25 يناير لو حضرتك فاكر كان فيه استعجال على اننا نعمل حياه سياسيه، حصل ارتباك وتقاطعات، ومحدش يقدر ينكر قد ايه في ناس كانوا يبدو عمقاء جدا وقادة تحولوا إلى مسوخ بممارسة. ليه؟ لأن احنا عملنا ده بسرعة. فاحنا النهاردة ده فارس، انت بتشوف شباب
بيدخل اعداد كبيره، بعضهم بيختفي بالمناسبه، بعضهم بينجح. فاحنا ده اللي بنسميه الانتخاب الطبيعي، الانتخاب الطبيعي الاكثر قدره، الاكثر تفوقا، الاكثر انجازا، الاكثر اخلاصا. حلو جدا. وده وثقه، فتبدا الثقه تتراكم. اتحاد الشباب في رايي يمكن ان يكون قاعده مهمه، واللي فكر فيه بالفعل فكره، يعني اعتقد انه طوال الوقت فكره الحلم اللي دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتكلم عليه، اعتقد هي بتولد ده، ويمكن ان يكونوا قاعده نختار منها بعد كده، زي ما احنا في نواب محافظين او في نواب مجلس نواب او ومعاونين للوزراء او شيوخ يبدا المجالس المحليه الشعبيه محدش يختطفها بقى، الناس تختارها بناء على تجربه. اتحاد الشباب اعتقد هيكون اوسع من فكره التنسيقيه، التنسيقيه تبقى في السياسه وفي النواب وغيره، واتحاد الشباب يكون قادر على الفارس. الله اعلم. نرجع لاحمد فتحي على اتحاد شباب الجمهوريه الجديده. يمكن استاذ اكرم يمكن بيعتقد انه وارد انه يبقى اتحاد شباب الجمهوريه الجديده هو وكانه بول اكبر جواه التنسيقيه، لكن في اطار المعلومه والرؤيه كيف يرى النائب احمد فتحي اتحاد شباب الجمهوريه ودوره خلال المرحله المستقبليه؟ احنا دايما في التنسيقيه مش بنشوف مين اكبر ومين اصغر، احنا بنشوف ان اي مبادره جديده احنا كلنا بنتحد مع بعض عشان نقدر ننجحها ونقدر نشتغل عليها. جميل. فكره اتحاد الشباب لما طلعت هي التنسيقيه الحمد لله، وكلام اكرم بيه لما وضح ان عندنا نواب محافظين، عندنا اعضاء في مجلس نواب، عندنا اعضاء في مجلس شيوخ، عندنا اعضاء في المواقع في الجرايد وفي مواقع تنفيذيه في الشركات القطاع الخاص، فالحمد لله عمليه التمكين حصلت بالفعل بالنسبه للشباب وبالنسبه للمراه داخل التنسيقيه. فقصة ان احنا عندنا حاجة جديدة ظهرت، ما احنا اوريدي قبل التنسيقية كان في مؤتمرات الشباب، صحيح، والشباب كانت بتعمل نجاحات فيها كبيرة جدا، وبعديها بعد ما موضوع زي ده اتعمل منتدى شباب العالم، فبقت في شباب بيضم شباب اكبر من منتديات الشباب اللي كانت بتحصل في القاهرة والمحافظات المختلفة. لما ظهر التنسيقية الشباب العزيز والسياسيين هي حالة مختلفة عن الحاجتين دول، ألا وهي ده بيمكن الشاب سياسيا وفي المواقع التنفيذية جوه في الدولة. طيب الاتحاد الجديد ايه اللي بيحصل فيه؟ هو عملية تطوعية، ان هو ضم كيان مبادرة حياة كريمة شباب من المبادرة، وضم الشباب الرئاسي، وضم كمان الشباب اللي موجود في منتدى شباب العالم، وفي الشباب بقى المفروض اللي هيقدمه داخل الأحزاب او داخل الكسياسيين. الغرض منها ان هو عايزين يوصلوا صوت الدولة للمواطن المصري. احنا عندنا افكار كتيرة جدا، عندنا مبادرات كتيرة جدا، كلام المحترم اللي حضرتك بتقوله واعلاميين كتير بيقولوه، هل هو واصل لكل الناس؟ لا. طب الاعلام قام بدوره؟ احنا بجانب الاعلام احنا لازم ننزل للكرة والنجوع والعزب نشتغل على الملف ده. يعني انا ما انساش قوي وفخور جدا ان انا ومجموعة من اصدقائي اسسنا احدى مؤسسات المجتمع المدني، وهدفنا الرئيسي ان احنا نجمع اكبر عدد ممكن من الانشطه الطلابيه على مستوى جامعه مصر. دي رابع سنه ان احنا نقدر نعمل الموضوع زي ده. هدفه ايه؟ ان في مبادرات محترمه الدوله بتعملها، هل هي واصله لشباب الجامعات؟ بالتاكيد لا. طب ايه دورنا؟ احنا بنوصل الافكار بتاعتهم. طب هم بيقدموا ايه؟ نفس المشاريع المحترمه اللي الدوله بتقوم بيها في توفير فرص العمل، وفي موضوع الصناعه، وفي موضوع الزراعة، وفي موضوع نماذج المحاكاة، كل ده شباب مصري بيقوم بيه داخل الجامعات. فاحنا بنربط الأفكار المحترمة اللي الشباب بيقدموها داخل الجامعات بالأفكار المحترمة اللي الدولة بتقوم بيها، ومن هنا بتيجي فكرة إن كل واحد دور التنسيقية ودور مؤسسات المجتمع المدني ودور الشباب الاتحاد الشباب الجمهورية الجديدة، كل واحد ليه الدور بتاعه، ما فيش حد بيجي على حد، انت ليك دورك والطريق اللي انت ماشي فيه، الا وهو توعية المواطن المصري وان انت تحل مشاكل المواطن المصري. ده التنسيقية قايمة بيه. اتحاد الشباب بيقول ان بيقولوا ان الفترة الجاية هيعملوا قصة محليات، انا حلو. لسه بقول الله اعلم، انا لسه يعني هنشوف بالظبط يعني. فالفترة الجاية لو سواء اتحاد الشباب او منتدى شباب العالم او المؤسسات المجتمع المدني اللي شغاله على ارض الواقع، احنا كتنسيقيه شباب الاعزام والسياسيين واقفين في ظهر اي مبادره بتدعم المواطن المصري. ومش كلاما والله، احنا الفتره اللي فاتت يعني عايز اقول لحضرتك ال 32 نائب اللي جوه في مجلس النواب الكلمه ما بننامش دي، ده حقيقي. وكمان غير ال 32 نائب احنا عندنا في لجنه التضامن الاجتماعي التشكيله
كويسه جدا اللي جوه في 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 اللجنه وفي هيئه المكتب. يرأس اللجنه نائب المحترم عبد الهادي القصبي. طبعا عندنا صديقتي الوكيله الاخرى هي زوجة شهيد في مهتمه بملف الشهداء. امينه السر مهتمه بملف من ذوي الاعاقه وهي من ذوي الاعاقه. بندعم المراه المصريه فما شاء الله عندنا 18 نائبه بيمثلوا المراه المصريه من 15 محافظه. ليه احنا بنقول ده؟ لما الناس تعرف تشكيله لجنه التضامن الاجتماعي جوه مجلس النواب المواطن هيرتاح. هيرتاح من ناحيه ايه؟ ان دورنا الرئيسي ان احنا لازم نراقب على كل حاجه بتحصل في الدوله، واكتر حاجه احنا بنراقب عليها اللي انت اول كلمه بدات بيها كلامك يوسف كلمة التضامن الاجتماعي هي وزارة الفقراء والوزارة اللي موجودة جوه كل بيت مصري. فعشان نقدر نقدم حياة كريمة تليق بكل مواطن مصري لازم نراقب صح، ولازم نقول على الصح شكرا، ولازم نقول على الغلط لازم تعالجوه عشان المواطن يحس ان فعلا حصل تمكين حقيقي للشباب. انا اشكركم جدا يعني حقيقي، اشكرك جدا نائب احمد فتحي، اشكرك جدا استاذ اكرم القصاص الكاتب الصحفي الكبير. كنت احب ان احنا نقعد حبتين اكتر من كده، لكن الظاهر الظاهر وعلى ما يبدو ان الموضوع بتاع حلش ده شاغل المجتمع اكثر مما ينبغي. احنا عايزين اللي يشغل المجتمع اللي حصل يوم اللي الخميس، حصل يوم الخميس صراحة. واظن ان احنا لازم يعني هنتكلم اكتر من كده في هذا الموضوع ونفرد له مساحات اكبر على ما حدث في مصر يوم الخميس. لكن هنقول ايه؟ الوقت جري، معلش ما يجراش حاجه. في يوم من الايام مصر هتبقى بلد من غير غلابه، قولوا كده اليوم دول بعد 3 سنين. ساعتها هيبقى في وزاره للتضامن الاجتماعي، طبعا هيبقى في، هيبقى في لجنه للتضامن جوه المجلس، هتبقى ساعتها حمايه اجتماعيه. حمايه لايه؟ حمايه لكل ما تم انجازه والحفاظ عليه. خلصت الحلقه لحد كده، لو كلنا العمر نتقابل بكره في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعه. كل الشكر لضيوفي الكرام سياده النائب احمد فتحي كاتبنا الصحفي الكبير، استاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. شكرا جدا لحضراتكم على حسن المتابعه. سلامات.